ماشي الزياره ديرها بلادي، فشي طبيعي ان انا نكون في بلادي، وطبعا اكيد باش ندير مقابلات وباش ندير برامج وباش نشوف الاهل طبعا. كاين اغاني بزاف جداد ان شاء الله سجلتهم، ومعظمهم غادي يكون مغربي. كاين توفيق المغربي طبعا كنحييه بزاف، صديق وانسان غالي عليا بزاف، وكان عاوتاني واحد اخر ما عرفتش ممكن نقول سميت ولا لا، مي اوكي محمود الشاعري، كاين واحد التعامل بيني وبينه، والكلام غادي يكون كلامه وكلام مريم الشجري. هو ماشي اختيار وماشي التزام عادي، يعني ماشي مرات الشغل هو اللي يخليك ان انت تكون في واحد البلاصه اكثر من بلاصه اخرى، لانه انا بغيت نجح وانا بغيت نكون متواجده وانا كنلبي الدعوه في اي بلاصه كانت. فبما انه الاكثر الاعمال او الاكثر الاشياء اللي ممكن اني انا نديرها تفيدني في شغلي كتكون في مصر، لانه هما اللي كيعيطوا لي دائما. ولكن فاش غادي تكون بحال اليوم ما عنديش مشكل اني انا نفيق مع 6 صباح، مع ما عنديش مشكل اي وقت كنوفر الوقت اكثر للاعلام المغربي واني انا نكون في بلادي، لانه هذا الرقم واحد عندي طبعا. وتاني حاجه ما بغيتش ننسى طبعا الشعب المصري، لانه انا درت البوم مصري وهم شجعوني بزاف، وكانت اخر حفله ليا في هذه الايام، يعني باردون يعني في الفتره اللي دازت درت حفله في مصر كانت ناجحه بزاف بزاف، وفرحت انه الجمهور المصري غناو معايا الاغاني تاعي، فهذا كان شيء كبير بالنسبه ليا، فحاجه فرحتني بزاف. نتمنى هذا الشيء يصرى في بلادي في المغرب ان شاء الله. واش غادي نقول لك، انا هذا الشيء ضايقني بزاف وعصبني، لانه ماشي معقول غادي ندير في انترفيو في موقع بحال الموقع نتاعكم او لا واتيفر اي موقع تاني، وياخذوا الكلام نتاعي ويقادوه على قنتهم ويصايبوه. ولكن كاين فيديوهات وينزلوا الفيديو اللي انا قلت فيه انه المغرب ما دعمنيش، انا ما عنديش اي مشكل تماما الا عندهم هذا الفيديو ينزلوه، لانه انا ما قلتش المغرب ما دعمنيش، انا قلت المغرب كنتمنى انه هو يدعمني ويدعم ولاد بلادي، لانه حنا محتاجين هذا الدعم منهم، لانه حنا كنديروا هذا الشيء اكثر منه انه حنا ننجحوا ونرضيو نفسنا او نرضيو داكشي اللي حنا بغينا نديرو. حنا كنفرحوا اكثر فاش كيتسمى انه حنا فنانين مغاربه ورفعنا بالرايه المغربيه. فهذا هو الموضوع، لانه ضايقت بزاف منه، لانه هذا الشيء ماشي حقيقي تماما. السبب ماشي مني انا والله العظيم، ما عرفتش خاصك تسول المسؤولين هاد السؤال، علاش ما كتجيبوش تهرى المهرجانات المغربيه، لانه انا ما عنديش مشكل اني انا نكون في بلادي، وما عرفتش شنو هو المشكل، يمكن مازال ما قنعتهم فنيا، ما عنديش مشكل هذا رايهم، ولكن ان شاء الله يا رب غادي نفرض عليهم انهم يجيبوني، ماشي بالسيف عليهم بخاطرهم. وانا كنسمع بزاف، انا كنسمع الاغنيه اكثر من انه الفنان اللي غناها بصراحه، لانه كاين شي فنانين كتنجح لهم الاغنيه ولكن هما ما كينجحوش، وكاين شي فنانين هما اللي كينجحوا الاغنيه. فانا كنسمع الاغنيه اكثر، لاني فنانه كتهمني نسمع هاد الاغنيه، لحنها كيفاش داير، كلامها كيفاش داير، علاش نجحات له، شنو دار هنا، شنو زاد هنا، شنو نقص هنا، هذا هو اللي كيهمني اكثر. بالنسبه للفنانين المغاربه، انا اي حاجه كتنزل لاي فنان مغربي كتوصلني، لانه السوشيال ميديا دابا كتوصل لك اي حاجه بدون ما انت تفتش عليها، كتوصلني على طبق من ماس كيف ما كيقولوا. ف بالعكس اغاني زوينه والحمد لله، الاغنيه المغربيه دابا الناس كلشي ولات كتغنيها، فين ما كنمشي كنلقى الاغاني المغربيه نتاعنا منتشره مسموعه، كيبغيو دابا ولاو كيبغيو انه يسمعوا مغربي كثر حتى القديم، فهذه حاجه كتفرحني بزاف، لانه ما بقاتش ديك الصعوبه كيف الاول، حاجه كتسعدني بزاف 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 بزاف. اللي يكون ستايل ديالو بحال ستايل ديالي ناري انت خطير، لا فريمون اللي يكون ستايل ديالو بحال ستايل ديالي، ما غاديش ندير مع فنان لانه هو اغنيته ناجحه او لا هو معروف شويه، لا انا لا ما عرفتش،
لا دابا دابا لانه انا دابا عاد كندير الستايل ديالي، شخصيتي في المصري باينه واضحه للشعب المصري والشعب العربي بصفه عامه والمغربي، لكن بالنسبه للاغاني المغربيه شافوني في بلان كراوي، لكن غادي يشوفوني في لوك في لوكات جديده اخرى، فباقيه ما يعني باقيه الستايل ديالي في المغربي بصفه عامه باقي ما تحددش، لانه الجمهور هو اللي غادي يحدد اللوك او الستايل اللي بغى طاهرة فيه تبقى دائما في المغربي، فعلى هذا الاساس غادي نفكر مع من ندير الديو. هو انا كنفكر انا كنبغي التمثيل بزاف 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 بزاف، ولكن ماشي دابا، كل حاجه بوقتها زوينه، كل حاجه بوقتها زوينه. انا كنعرف نمثل، كنعرف نغني، كنعرف ندير وندير وندير، ولكن ما كيعنيش هادشي ان انا غادي نعطي بحال واحد كياكل معلقه ديال العسل الصباح، معلقه صغيره نتاع العسل، الا كلا 10 ديال المعالق نتاع العسل غادي يتقهم وغادي يكره العسل من هنا لحياته كامله. لا، انا نعطيهم معلقه نتاع العسل اليوم في الصباح، غدا معلقه نتاع العسل، يعني كل نهار نعطيهم معلقه صغيره نتاع العسل، ماشي نجي نقول لهم هاكل خذوا القطيه نتاع العسل وشربوها كامله، يعني نعطي الجمهور شويه بشويه. باقي العمر قدامي، باقي الحياه قدامي، اني ندير هادشي كامل اللي بغيتو واللي انا كنتمناه، ولكن كل حاجه بوقتها زوينه.